طبعا حضرتك بعد اذنك، كنا احنا الاسره عايشين في شقه ايجار قديم، وكل اخواتي اتجوزوا وتتوفى، وانا اتجوزت في الشقه لان انا الابن الاصغر في الشقه ديت يعني. ايوه. اصحاب البيت عايزين يعني ايه يطلعونا عشان عايزين يبنوا ويهدوا وكده يعني. ايوه. فطلعونا بس باتفاق بيني وبينهم يعني، وخدت مبلغ صغير مش كبير ما يجيبليش شقه بره عشان هاجر شقه في مكان تاني. فهل المبلغ ده يعتبر ورث بيني وبين اخواتي؟ المال ده حرام من الاصل. هذا المال لا يحل لك من الأصل. هذا المال أنت تظن أنه يحل لك، فإذا تقاسمتم ستتقاسم الإثم، ستتقاسم الذنوب. ارجع بالمال لأهل البيت، يا ناس هذا لا يحل لي، هل نفوسكم طيبة بذلك أم لا؟ طابت نفوسهم سلهم، أقسم بيني وبين أخواتي أم لي فقط؟ بهذه الطريقة تمشي الأمور. المال من الاصل حرام عليك. انت مأجر معهم رضا منهم، رضا منهم، رضا المستضعف يا حبيبي، رضا المستضعف. طب ليه ما يجيبوليش انا الفلوس دي مثلا؟ ليه ما يجيبوهاش لاي واحد؟ ليك انت بالذات ليه؟ لانك ضاغط عليهم، واقف على قلوبهم، ما انت خارج الا ما تاخذ فلوس. لكن اذا استلمت الفلوس الان ارجع يا والدي يا كريم يا صاحب المنزل، أنا سألت قالوا هذا المال لا يحل لي، والله يعلم من أني في حاجة إليه لكن لا أتحمله بين يدي الله، تفضل وسلام عليكم أنا خارج من البيت. قال لك بنفس طيبة، أنا علمت يا بني خذه مني لك يكون حلالا. بس حضرتك خاص بيها لوحدي ولا أوزعها؟ كما هو الذي يقول أيضا. أيوه. أنت لا تتملكه الآن، الناس أنا الفلوس دي لا تحل لنا، هذا صاحبها خذهم معك يا صاحب المنزل، هذه الأموال لا تحل لنا، وهذا تنازلي عن العقد، عقد الإيجار، وهذه فلوسك. قال لكم خذوها يا أبنائي الله يوفقكم، خذوها، خذها أنت يا زيد خذها. واضح الكلام؟ تمام واضح. الله يقنعنا ويقبل الحلال الطيب.